الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم هذا بكل خير. نحييكم ولا زلنا نحييكم عبر أثير أبو ظبي سبورت الأولى، ومن خلال هذا النقل على الهواء مباشرة، وإذاعة الإمارات من رأس الخيمة أيضا صوتا، في يوم الختام، في يوم ختام مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه دائما وأبدا. شكرا نقول يا أبو خالد، شكرا يا أبو خالد على هذا العطاء، شكرا على هذا التميز، شكرا على المحافظة على تراث الآباء والأجداد. انطلق قبل لحظات شوطنا الرابع الذي خصص للحول المهجنات، المسافة هي المقررة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط للمركز الأول، هناك خنجر وبالإضافة إلى الخنجر سيارة للمركز الأول وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة. وبعد هذا الشوط سيزدى الستار عن مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لنسخته الخامسة على التوالي هنا في رأس الخيمة في ميدان السوان. نسير إلى المقدمة وأرى اللي في المركز الأول، مواري 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 السبق متواجدة مبكرا، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري هي في مقدمة الشوط. النقل التالي على المركز الثاني، المركز الثاني أصبح من نصيب رحمة اللي تأتي من المركز الثاني، تعود ملكيته للسيد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، والمركز الثالث هنا أصبح من نصيب اللي في المركز الخامس الثالث، المركز الثالث أصبح من نصيب الشاهنية، المركز المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع أصبح من نصيب ثمينة لمسعود بن سعيد بن سعيد الهاجري. والمركز الخامس اللي تدخلت بهذه اللحظات اللي هي بيان خالد بن حميد بن حارب المهيري. والمركز السادس أصبح من نصيب مهمة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة. فمرحبا بكل الأشقاء وبكل الأصدقاء المتميزين من دول مجلس التعاون الخليجي. ننتقل إلى المركز السابع، والمركز السابع أرى مياحة لحمد بن عبيد بن حلوس العامري. والمركز الثامن اللي تدخلت، المركز الثامن أصبح من نصيب اليافل لراشد بن قميص بن كراز السبوسي. والمركز التاسع، المركز التاسع اللي تدخلت في هذه اللحظات العنود محمد بن صالح بن حمد القمر النابت المري. والمركز العاشر من الجانب الآخر، هناك تدخل في هذه اللحظات اللي غيرت وخذت المركز العاشر في هذه اللحظات اللي هي الشاهنية، متعب بن طالب بن محمد بن شريم المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، وبنعود إلى المركز الأول، بنعود والعود أحمد هناك، بنشوف اللي في المركز الأول لا زالت اللي في المركز الأول مسيطرة على الناموس، مسيطرة على السيارة حتى هذه اللحظات، مسيطرة على الخنجر وعلى الرمز، لأن أشواطنا لهذا المساء أشواط الختام، أشواط الخناجر، أشواط الرموز، أيضا هنا في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان. ومواري مواري السبك في مقدمة الشوط، انفردت مواري، يا سلام الله الله يا مواري مواري مواري، أسمن على مسمى، أيضا انفردت انفراد كلي عن بقية المراكز، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن
بالروضة المنصوري في المركز الأول، مسيطرة كل السيطرة على مجريات الأمور وعلى عرش المركز الأول. أيضا مبكرا ننتقل مباشرة إلى رهمة، رهمة رهمة تأتي في المركز الثاني، رهمة لناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، انتقلت انتقال ممتاز أيضا إلى المركز الثاني وعينها على المركز الأول. المركز الثالث، المركز الثالث أصبح من نصيب أيضا اللي وصلت، اللي هي الزبارة، الزبارة حمد بن علي بن صالح بن جرحة بالمري، انطلقت إلى المركز الثالث. من قدم لنا الجليلة بمساء الأمس أيضا هذا المبتكر المتميز حمد بن علي بن صالح بن جرحة بالمري، المركز الرابع اللي وصلت وخذت المركز الرابع في هذه اللحظات الشاهنية، راشد بن سلطان بن سيف بن عوشه المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات بمينة، مسعود بن سعيد بن سعيد الهاجري. هذه النتيجة أيها الإخوة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، الخمس الفايف الستار، الفايف الستار أيضا. هنا هنا المركز السادس، بنشوف اللي في المركز السادس في هذه اللحظات. الفائز لحمد بن صالح بن حمد القمرة المري، انطلقت إلى المركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع أصبح من نصيب مياحة حمد بن عبيد بن حلوس العامري. المركز الثامن من الجانب الآخر مهمة، محمد بن ناصر، محمد بن ناصر الشنجل المري. والمركز التاسع هنا اللي وصلت الشاهنية لمتعب بن طالب بن محمد بن شريم المري. والمركز العاشر اللي وصلت فيه العنود لمحمد بن صالح بن حمد القمرة المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، هذه النتيجة، وهذا ثاني نداء لنا منذ بداية هذا الشوط، شوط الخنجر للحول المهجنات الأصايل. يا سلام لمن الخنجر، لمن الخنجر في يوم الختام، في يوم الختام، يوم فيه ترف الأعلام هنا في ميدان السوان، في ميدان السوان، ميدان التقنية المتميز دائما وأبدا. وكما تشاهدون هذه لقطة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حفظه الله ورعاه، ولجانب سموه سمو معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان مستشار سيدي رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، الذين يرعون برعايتهم الكريمة انطلاقة مساء هذا اليوم، انطلاقة يوم الختام، وهذا الجمهور وهذا التجمع وهذا العرس التراثي الذي أمر به أبو خالد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولكن بنعود إلى المقدمة، إلى مواري، مواري انفردت يا جماعة، تبغي لها خدمة، فصلت عنا كاميرا وسيارة ومصور وخدمة ومخرج. أيضا هذه مواري، أمام كم مواري السبق مثل ما قلت لكم، مواري لراشد بن مبارك بن علي بن سعيد بن روضة المنصوري، ضيفتنا العزيزة من ميدان السويحان، ميدان التراث، ميدان لما بعده ميدان، هناك التراث المتواجد في هذا الميدان. كل عام نرى رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان في هذا الميدان المتميز للتراث العربي الأصيل. نعود إلى المركز الثاني وأرى هنا رهمة تأتي في المركز الثاني مع شعار بن عويضة، شعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي، تأتي في المركز الثاني ممثلة أيضا لهذا الشعار. النقلة التالية على الجانب من الجانب الآخر، هناك التدخل في هذه اللحظات من مهمة 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 ومهمة صعبة، محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري ضيفتنا العزيزة من دولة قطر الشقيقة. المركز الرابع، المركز
المركز الرابع في هذه اللحظات الفائزة حمد بن صالح بن حمد القمرة المري. ولكن هناك اللي وصلت، وصل شعار بن عوشة، شعار بن عوشة على ظهر الشاهنية، راشد بن سلطان بن سيف بن عوشة المنصوري. هذه الخمسة المراكز، اكتفي بالإذاعة للخمسة المراكز لأننا نحن نقترب وغادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير، لوحة الكيلو المتر الأخير. وين يا بن مية؟ وين مواري؟ حد شاف مواري؟ حد شاف مواري يا جماعة؟ ودعتنا، ودعت الجميع. مواري تغادر بحفظ الله ورعايته إلى خط النهاية، تغادر إلى الخنجر، تغادر إلى سويحان بالناموس وبالخنجر وبالسيارة وبالزعفران. يا سلام، سلامي عليك يا راعي مواري، سلام الله عليك يا راعي مواري ويا أهل سويحان على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز لمواري. مواري السبق أيضا تقترب من منطقة الإعلام، منطقة الأمن والأمان، منطقة هنا تقترب من الحزام الأخضر أيضا ومن المنصة الرئيسية، حيث هناك الجوائز القيمة، الخناجر والكؤوس التي وضعت هنا لهذا المهرجان وفي يوم ختامي أغلى المهرجانات على مستوى الخليج. مهرجان يحمل أيضا اسم غالي علينا، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والخنجر لمواري، ومواري خنجر. سلام 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 سويحان، سلام الله، سلام عليكم يا أهل سويحان، أسعد الله مساكم على هذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني وصلت فيه أيضا الفائزة لحمد بن صالح بن حمد القمرة. المركز الثالث وصلت فيه الشاهنية لمتعب بن طالب بن شريم المري. والمركز الرابع وصلت فيه الشاهنية لراشد بن سلطان بن سيف بن عوشة المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه أيضا مزنة لأحمد بن حسين بن محمد القرشي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، وبنشوف الإعادة للتوقيت يا أسامة الهواري، تو أيضا مخرجنا المبدع أسامة الهواري أيضا، والتوقيت الزمني، لأن عندنا لحظات تسليم وتتويج بعد لحظات. أصحاب السمو الشيوخ أيضا سيتوجون الفائزين، 13 دقيقة وخمس ثواني وسبع من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك مواري راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري. والمركز الثاني وصلت فيه الفائز، حيث أن قطعت المسافة 13 دقيقة 11 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لمالك الفائز حمد بن صالح بن حمد القمرة المري. والمركز الثالث وصلت فيه أيضا اللي هي الشاهنية لمتعب بن طالب بن محمد بن شريم المري، حيث أن قطع المسافة 13 دقيقة 11 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لجميع الأخوة.